وللمزيد حول التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت وتداعياته في اليوم الأول تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الصحفية اللبنانية ياقوت دندشي. أهلا ومرحبا بك ست ياقوت. أهلا بكم. ليلة حزينة عاشها اللبنانيون يوم أمس، كيف هي الأجواء في بيروت هذا اليوم؟ في الحقيقة يمكن القول أن بيروت لم تستفق هذا اليوم، لم تستفق من فجيعتها ومن هول الصدمة ومن هول الكارثة والمجزرة التي عاشتها أمس. بيروت لا يمكن أن نقول اليوم كما يقول الكثيرون أنها بدأت تلملم جراحها، هذه الجراح لا تندمل ولن تندمل، ربما إلا بتعليق مشانق المسؤولين عن هذه الجريمة الفظيعة التي أودت بحياة الكثيرين ودمرت الحجر والبشر. طيب، منظمة معاهدة الحظر الشاملة للتجارب النووية رصدت إشارات قوية لتفجير بيروت في ألمانيا وتونس، هل من مؤشرات أولية حول التفجير لا سيما وأن الأدخنة الناتجة عنه تثير شكوك الكثيرين؟ في الواقع القول الأول كان بأن هناك ربما شيء من التفجير يدل على أنه نووي، خاصة شكل الفطر المشروم الذي رأيناه يعلو التفجير وهو وشكل الوردة أو الاحمرار، ولكن بحسب الخبراء يقولون الأجانب، تبعت الأجانب والعرب يقولون أن الكمية الموجودة من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة بطريقة بدائية في هذا حسب الصور التي وردت طبعا في مرفأ بيروت في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، كانت كافية ربما مع المعطيات التي حولها والصوامع صومعة القمح التي حولها بأن تقوم بهذا الانفجار وربما أكثر. الحمد لله أن الانفجار كان قريبا على البحر، ربما لأن البحر امتص نسبة كبيرة من الانفجار أيضا والصوامع امتص. هل ما زلت معي ست ياقوت؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالصحفية اللبنانية ياقوت دندشي حول الأوضاع التي حصلت أو الانفجار الذي حصل بمرفأ بيروت. شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.